صباح الخير على حضراتكم. لسه كلامنا وفقراتنا مستمرة عن الحديث عن مصر الرقمية. الحقيقة عشان نعمل اقتصاد رقمي قوي، عشان نبني مجتمع رقمي، كان لابد من وضع خطة تتماشى مع خطة الدولة أو رؤية الدولة 2030. الدولة وضعت خطة، أهم ملامح هذه الخطة هي إيه؟ هي تدريب العنصر البشري وثقل مهاراته عشان يقدر يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مش في مصر بس، بالعكس بره مصر كمان. إحنا دلوقتي موجودين في المعهد القومي للاتصالات، طبعاً مما لا شك فيه إن الرقمنة بقى ليها تداخل مع كافة القطاعات. يعني كنا بنسمع زمان الرقمنة مقتصرة على مجالات معينة، دلوقتي الرقمنة متصلة بكافة القطاعات وكافة المجالات، صناعة السيارات، الإلكترونيات، الجرافيك، الأدوات والمعدات الطبية وغيرها وغيرها من القطاعات. موجودين دلوقتي في المعهد القومي للاتصالات عشان نعرف ونتعرف على المعامل جوه، نتعرف على المبادرات كمان اللي موجودة والبرامج التدريبية اللي بتقدم للطلاب الدارسين داخل هذا المعهد. دكتور احمد، احنا عايزين نتكلم في البداية عن لمحة عن المعهد، المعامل اللي موجودة، واعتقد ان احنا خلال اليومين دول زي ما حضرتك كنت بتتكلم معانا دلوقتي بنحتفل بمرور 40 سنة على انشاء هذا المعهد. المراحل اللي مر بيها المعهد، التطور اللي حصل فيه في الفترة الأخيرة. اولا صباح الخير عليكم. المعهد القومي للاتصالات هو منذ ان انشئ من 1983، يعني من 40 سنة، هو احد اهم اذرع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيعمل العديد من المحاور اللي بتخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فكان هو بيعمل ابحاث، او من احد اهم اهداف انشائه كان هو يعمل ابحاث اللي بتحل المشاكل الوطنيه، بتقدم مقترحات لتطوير القطاع بتاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بيعمل استشارات فيها في هذا القطاع، بالاضافه ان احنا عندنا دبلومه معتمده من المجلس الاعلى للجامعات. فالتركيز دلوقتي او حاليا احد اهم المحاور اللي احنا شغالين عليها هو التنميه البشريه، ان ده بيتسق مع توجه الدوله وتوجه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاستثمار في البشر لخلق او تنميه كوادر، هم دول اللي هيقودونا لبناء الجمهوريه الجديده ان شاء الله. عظيم. ايه طبيعه الدعم المقدم من الدوله للمعهد القومي للاتصالات في الفتره الاخيره عشان نعد بالفعل جيل قادر على مواكبه التطور التكنولوجي، مش في مصر بس، في العالم كمان؟ الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص حاليا بتوفر دعم للتحول الرقمي بأوجه عديدة، من أول البنية التحتية، بتوفر بنية تحتية في مبادرات زي مبادرة حياة كريمة رقمية في أهلينا في الصعيد وفي الأماكن النائية. ده مش متعلق قوي بنشاط المعهد، المتعلق بنشاط المعهد أو الاستثمار أو الدعم اللي بتقدمه لنا الوزارة والدولة بشكل عام هو المبادرات المختلفة اللي احنا بنستخدمها علشان نأهل الكوادر اللي هتقدر تشتغل معنا في التحول الرقمي للجمهورية إن شاء الله. عظيم. المبادرات دي اللي هي البرامج؟ اللي هي البرامج التدريبية اللي هي بتستهدف الطلاب والخريجين وحتى الناس اللي بيشتغلوا بالفعل بس عايزين يطوروا من إمكانياتهم، الموظفين الحكوميين يتعلموا التعامل مع التكنولوجيا وإنهم يقدروا يتحولوا رقميا. عشان دي نقطة مهمة، يعني في إطار التحول للرقمنة في التعامل مع المصالح الحكومية المختلفة ودخول العاصمة الإدارية، أعتقد أنه تدريب العاملين في كل المؤسسات دي مهمة كبيرة جدا. انتوا اللي شغالين على ده. الدولة توجهها ان احنا نسهل الحياة على المواطنين عن طريق التحول الرقمي. بدل ما كان المواطن بينزل يقف في طابور، يقف يقعد يعمل حاجات تضيع اليوم كله، ياخد يوم اجازة، ده بيقلل انتاجيته في الشغل، بيبقى صعوبة، كلنا جربنا الحاجات دي بتبقى مشكلة. التحول الرقمي في الاتجاه ده محتاج ان احنا نخلي الموظفين او العاملين في الدولة يكون عندهم المقدرة ان هم يتعاملوا مع التكنولوجيا ومع الانترنت عشان اقدر اقدم للمواطن الخدمة بتاعته وهو قاعد في المنزل من غير ما او على الموبايل بتاعه او الموبايل بتاعها، بحيث ان هو يقدر ياكسس كل الخدمات اللي بتقدمها الوزاره وبتقدمها الدوله. فاحنا دورنا كمعهد قومي للاتصالات ان احنا بنقوم بتدريب العديد من او الموظفين في الجهاز الاداري للدوله على كيفيه التعامل مع التكنولوجيا. عظيم. احنا في مبادره او برنامج اسمها مصر تصنع الكترونيات، مظبوط؟ بالظبط كده. طيب احنا عايزين نتكلم عنها باستفاضه عشان الناس تعرف ان احنا عندنا شباب، عندنا عقول قادره بالفعل ان هي تدخل في مجال الالكترونيات. كنا دايما نقول مش عارف كوكب ايه الشقيق وشوف بيصنعوا ايه بره، لا الكلام ده احنا قادرين، يعني عندنا العقول البشريه ودي اهم حاجه اعتقد. في 2015 اطلق فخامة الرئيس السيسي مبادره اسمها مصر تصنع الالكترونيات، بهدف ان احنا نوطد هذه الصناعه في مصر. احنا مصر سباقه في البرمجيات وفي حاجات مختلفه في التكنولوجيا، بس احنا كان عندنا
نقص شويه في تكنولوجيا الالكترونيات. ففخامه الرئيس اطلق المبادره دي، فاحنا في الوزاره متبنيين المبادره وبنشتغل في عده افرع، منها ان احنا بنحاول ان احنا ندرب الخريجين على المهارات اللي محتاجينها في الصناعه دي. صناعه الالكترونيات مش من الصناعات السهله دي، محتاجه خريجين بمواصفات عاليه جدا، كل يوم فيها تطور، كل يوم فيها تطور ده كل ساعه. ومحتاجه برامج متقدمه، محتاجه امكانيات كهاردوير حقيقي بتشتغلوا عليها، ودي بقى بتمس كل حاجه. يعني صناعه زي صناعه السيارات، كل الصناعه دلوقتي معتمده على الالكترونيات. فالمبادره دي الهدف منها سواء في الوزاره او من منذ ان اطلق الرئيس السيسي، ان احنا نجهز الكوادر ونجهز الامكانيات علشان الشركات لما تيجي، الشركات العالميه تلاقي ان في مصر عندنا كوادر يقدروا ان هم يعتمدوا عليهم، فنقدر نجيب استثمارات لمصر علشان خاطر ان احنا نقدر نقول ان مصر رائده من رواد الالكترونيات في المنطقه. عظيم. عندنا ايه برامج ايه تانية يا فندم؟ هل كلها بتبقى في فترات الصيف ولا في برامج دراسيه طول السنه؟ لا، احنا عندنا للصيف برنامج واحد بس، هو برنامج التدريب الصيفي ده اللي هو الهدف بتاعه والمستهدف بتاعه هم طلاب الجامعات في المراحل الصغيره، علشان نديهم في الاجازه بتاعتهم، في الاجازه بتاعتهم 3 شهور بتوع الاجازه، عشان نديهم احتكاك بسوق العمل، ان هم يتعلموا حاجات هتفيدهم لما يجوا يتخرجوا. دي مبادره واحده بس، احنا عندنا مبادرات مختلفه زي مبادرات شباب مصر الرقميه. مبادرة شباب مصر الرقمية ليها أوجه مختلفة. إحنا هنا في المعهد القومي للاتصالات عندنا مبادرة بتمتد لمدة 4 شهور. المتدرب بيجي عندنا بيقعد يتدرب علمياً 3 شهور. الثلاث شهور دول بس مش علميا فقط، ده بياخد حاجة اسمها كارير ديفلوبمنت، أو بناء المهارات اللي بتساعده على سوق العمل. إن في جزء من توجه الدولة إن إحنا عايزين التعهيد أو الأوت سورسينج والفريلانسنج، إن أنا مش لازم الناس كلها تشتغل في شركة، أنا ممكن أنا أفتح الشغل بتاعي. فأنا جزء من التدريب اللي بعمله هنا في المعهد القومي للاتصالات إن أنا بعلم الطالب أو الطالبة إن هو إزاي يقدر إن هو يبيع الشغل بتاعه، إزاي إن هو يسوق لنفسه، إزاي إن هو يقدر يعمل فريلانسنج، أو إن هو يقدر يشتغل وهو في بيته. وده جزء من التحول الرقمي للفكر في المجتمع بتاعنا إن شاء الله. عظيم. طب عايزين نطمن بقى على أولادنا، على عقول مصر في اللي اتدربوا من خلال المعهد، على البرامج اللي خدوها، هل هم قادرين على العمل مش بس في مصر؟ يعني هم مدربين على أحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم كله؟ بعد ما بيخلص عندنا متدرب الثلاث شهور دول، احنا كمان عاملين شراكات مع كبرى الشركات في مصر وفي المنطقة، بيتدرب عندهم في الشركة لمدة شهر، فده بتخليه ان هو جاهز ان هو يشتغل. زي ما تشوف النهارده في المعمل في ناس شغاله وهم لسه بيتدربوا، ناس جم هنا عشان يعملوا شغل للشركات بتاعتهم او اماكن بتاعتهم، يتعلموا حاجات هتفيدهم. فهتشوف قصص نجاح كتير النهارده ان شاء الله. يعني في ناس اشتغلت بالفعل. احنا في عندنا في شباب مصر الرقميه، لو بنتكلم على الانظمه المدمجه، نسبه التوظيف من المتدربين عندنا وصلت ل 100% كمعهد قومي للاتصالات. كل اللي اتدربوا في المعهد القومي للاتصالات في المجال بتاع الانظمه المدمجه لخدمه قطاع السيارات اشتغل الاوتوموتيف امبيدد سيستمز، كلهم اشتغلوا، كلهم شغالين. المجموعه الثانيه اللي هي دلوقتي، دي حاجه تشجع على فكره، في اخر ايامهم، يعني مثلا الاربع شهور دلوقتي، هم خلصوا 3 شهور ونص، فاضل لهم نص شهر، ربعهم اشتغل قبل حتى ما يخلص التدريب. فهتلاقي قصص نجاح كتير قوي موجوده عندنا هنا في المعهد ان شاء الله، وفي مجالات كتيره كمان. يعني انت احنا مش الكترونيات بس، احنا عندنا اتصالات، عندنا حاجات، عندنا برامج تدريبيه في الامن السيبراني، دي برضو مشكله مهمه جدا بتواجه الدوله المصريه، ان ده تعتبر من الحاجات اللي بتهدد الامن القومي. فاحنا بندرب كوادر قادرين ان هم يوجدوا حلول ويامنوا البيانات بتاعتنا، عشان مع التحول الرقمي بيبقى فيه مخاطر الاختراق، فاحنا بندرب على الامن السيبراني. عندنا برامج لل السحابة الحسابية، الحوسبة، مع كبرى الشركات العالمية احنا عاملين برامج تدريبية بتدرب الأولاد على التكنولوجيات المستخدمة في جميع المنصات العالمية، ودي بتساعدهم علشان هم يلاقوا فرص شغل كمان بره مصر. عظيم. دكتور أحمد، هل عندنا إحصائية بعدد الطلبة اللي اتخرجوا من كافة البرامج؟ على مدار العام المالي السابق احنا دربنا 11600 متدرب في مختلف التخصصات، سواء مبادرات مصر الرقمية، مبادرات التحول الرقمي للإداريين. ب 11000 فرصة عمل، لأن هم بيتخرجوا جاهزين. فرص العمل في بعض المجالات بتصل ل 100%، في بعض المجالات الثانيه زي الالياف الضوئيه بتوصل ل 70%. فالنسب عشان لسه ما توسعناش شويه، بتتفاوت ده عشان لسه ما توسعناش شويه في الالياف الضوئيه.
لا، في توجه جامد قوي من الوزاره ومن الدوله في الالياف الضوئيه، وزي ما قلت لحضرتك في الصعيد مصر دلوقتي في مشاريع كتير حياه كريمه، ففي توسع موجود في الالياف الضوئيه. احنا بنحاول ان احنا يعني في ملتقيات توظيف، بنحاول نقعد مع الشركات اكتر، بنحاول الخريجين بتوعنا نتواصل مع الشركات عشان نوفر لهم اكبر قدر من فرص العمل، فاحنا هنحاول نوصل بكل النسب ان شاء الله لنسب تصل ل 100%.